مشاهدينا الكرام ومستمرين في تقديم فقرة جولة نائب من محافظة القليوبية وبالتحديد من مركز قليوب. جولتنا مع النائب الأستاذ حسين عشماوي، حاليا متواجدين في قرية رمضة وهي إحدى قرى مركز قليوب. برحب بك مرة أخرى سيادة النائب. أهلا وسهلا بحضرتك في قرية من قرى مركز قليوب اللي هي لها باع كبير جدا في الزراعة، وفي زراعة تحديدا بزراعة الأقماح وزراعة الأرز، وفي بعض المنتجات الزراعية تانية ريت نلقي الضوء عليها في وجود بعض المزارعين المحترمين معانا، وبعض الشباب لهم برضو مطالب اللي هي مراكز الشباب وخلافه، وعلى برضو بعض الأشخاص والمواطنين بيكلموا على ماء الشرب والصرف الصحي. طيب خلينا نتعرف أكتر بتفاصيل عن هذه المشاكل وهذه المطالب من خلال لقاءاتنا مع الضيوف الكرام. أتعرف حضرتك الأول، ولو هنتكلم على إحدى المشكلات اللي بيتعانوا منها في قرية رمضة. إسماعيل ناصر من كفر رمضة زارع. اللي بنعاني منها في بالنسبه لمشاكل القمح، القمح الوزير قال لك ان انا عندي 3 مليون ونص فدان قمح. لو انت ضربت 3.5 مليون فدان دولت متوسطه، هو بيقول 27 اردب للفدان، لكن هو هنخليه متوسطه 20 اردب بس. قمح قدام سيادتك اهيت عاوزه تضم، المفروض الالات الزراعيه اللي هي تابعه وزاره الزراعه تنزل تضم لنا. بنجيب من بره الفدان بيتعمل لنا ب 700 جنيه، طب ما تجيب من وزاره الزراعه تضم ويخش صندوق تحيا مصر وزاره الزراعه. ما فيش، بنجيب من بره. خلينا نتعرف يعني اكتر على هذه المشكله خلال لقائي مع حضرتك. اتعرف عليك، ولو نتحدث يعني الاستاذ الاخ الكريم كان بيتحدث عن فساد في وزاره الزراعه، يعني خلينا نتكلم عن الموضوع ده بتفاصيل اكتر، والتسويق المحاصيل برضو نتعرف عليه. تسويق المحاصيل عدموا علينا الرز، وموضوع الميه ملوصلنا في الموضوع الميه. ماشي، الرز منعونا من نزرع الرز، جينا ادونا محاذر قلنا امين، طب عاوزين نزرع رز وطنه ميه، قالوا ما فيش زريعه رز. طب هنزرع ايه؟ الارض بتاعتنا خفت وجالها السرطان من قله الخدمه اللي هم حرمونا منها. نروح عشان نحيز، يقول لك الفدان له 3 شكاير. بنك التسليف الزراعي ولا الجمعيه الزراعيه؟ الجمعيه الزراعيه. نروح نلاقيهم قاعدين بيلعبوا كوتشينه، يا عم عاوزين الملح، يقول لك لسه التحصيل ما جاش. جينا زرعنا الارض بنجر، قلنا علشان حاجه ان تحسن الدخل بتاعنا. ماشي، زرعنا البنجر، جينا سوقناه للناس، جت خدته الشركه وزرعنا الارض قمح. رحنا للجمعيه، يا جدعان ادونا ملح للقمح ده، قالوا خلاص القمح المده بتاعته انتهى. ونقدر بانهم الملح بيجي من بالليل ويسوق للتجار اللي هم بتوع السوق. لو هطالب استاذ حسين عشماوي نائب هذه الدائره بخصوص هذا الموضوع، تطالبه بايه؟ اطالب اقول له اقف بجنب الفلاح لوجه الله، لان الفلاح ما حلتوش غير شويه الزرع اللي بيزرعها. انا بشكر حضرتك استاذ حسين. لو ارجع لحضرتك من خلال قراءتك لهذه المشكله، يعني كيف ترى هذه المشكله، رصدتها ازاي، وممكن نطرح حلول ليها ازاي؟ احنا لازم بغض النظر نقف جنبيهم، يعني هو الصوره ما بتكذبش حواليك. هو اتكلم في موضوع الاقماح واشار لحاجه مهمه جدا، وقال لك ان السيد الوزير بيقول ان انا عندي 3.5 مليون فدان في زراعه الاقماح. شيء جاي جميل جدا. الفدان الواحد بيديله 20 اردب، وقال لك النهارده ان سعه او وزن الاردب 150 كيلو، لكن 155 كيلو. سياده الوزير، الفلاح النهارده الارض بقت عبء عليه. النهارده ملح مفيش، كماو مفيش، ميه مفيش، توريد مفيش، بيعذبوهم. فعشان كده بيشوف الكوميسيونجي اللي هو الحلقه الثانيه بعد الفلاح، الكوميسيونجي، ومن الكوميسيونجي للتاجر الكبير، لما يروح الصوامع بيوفر له بدل انتقال الاقماح، وبيوفر له عناء الفرز، ويوفر له عناء كتير جدا للفلاح. انا بطالب كل الاجهزه المسؤوله ان احنا لابد نراعي الفلاح. بدون الفلاح ده مش هنعيش، وهنعمل موارد اقتصاديه، وهنعمل نمو اقتصادي في البلد، هنبتدي من المزارع ونبتدي من الفلاح. فانا بقول ان الفلاح هو العصب بتاع الدوله، الفلاح لازم نرعاه. الفلاح النهارده مش لاقي ولا تامين صحي ولا معاشات ولا في اليات تساعده على الحياه الكريمه اللي هو عايز يعيشها. يا جماعه لازم نبص نوفر له المياه، ونوفر له النهارده الملح اللي بيروح في الجامعات. ويا ريت سياده الوزير تراجع كل الجامعات في مركز اليوم. انا بطالب بحضرتك بالكلام ده. ممكن تقدم طلب احاطه او بيان عاجل في مجلس النواب؟ انا بطالب على الهواء اهو، بقول لحضرتك يا ريت تراجع كل الجامعات الزراعيه، ويا ريت تبعت بعض المهندسين الزراعيين في الكم الكبير جدا من العربيات المحمله بالاقماح في شونه اليوم.
أتمنى أن تصل هذه الرسالة والمطالب إلى المسؤولين. لو هننتقل إلى مشكلة أخرى أو مطلب آخر في قرية رمضة، أتعرف على حضرتك ونعرض المشكلة. أدهم ناصر، قرية كفر رمضة، وأهلا بكم وأهلا بسيادة النائب. بصراحة يعني بنشكر سيادة النائب على حضوره وبنشكر حضراتكم. مشكلة رمضة النهاردة بتكمن في عدم وجود مركز شباب بالقرية. القرية تعدادها حوالي عن 40,000 نسمة، من 85 لحد النهاردة مفيش مركز شباب. طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان عام 2016 عام الشباب، عندنا النهاردة فرقة متواجدة في نهايات كاس المحافظ، يعني بظل الظروف اللي احنا موجودين فيها، عدم وجود ملاعب، عدم وجود اي انشطة الا اللي تكمل الانشطة اللي موجودة بملاعب حضرتك، يعني ايه بالايجار، يعني النهاردة اللاعب الفرقة دي بتضطر انها تأجر في ملاعب اخرى عشان تتمرن وعلى حسابها وعلى حسابها الشخصي. فاحنا حضرتك بنطالب، يعني انا كنت في اجتماع مع السيد المحافظ فكلمته، قال لي في اتفاقيه مع وزاره الزراعه مع وزاره الشباب ان طاقم موجود، لازم تكون الارض موجوده، بس احنا بنتجه للمحليات، ما بيرضوش يدونا املاك الدوله فين ولا الارض الاوقاف فين. فاحنا بنطالب كقريه كفر رمضه بمركز شباب لقريه كفر رمضه. وطبعا الطلب الوحيد اللي احنا ما قدمناهوش النهارده لسياده النائب، سياده النائب ان احنا النهارده قدمنا له طلبات بالصرف، طلبات بالمجمعات الاستهلاكيه بصراحه، ومعانا موافقات الساده الوزراء، بس لحد النهارده ما فيش تفعيل لاي طلب من الطلبات. انا بشكر حضرتك، ولا قبل ما ارجع لحضرتك في مشكله مركز الشباب، يعني خليني بس اخد يعني في احدى المشكلات في مياه الشرب هنا في القريه، اتعرف حضرتك ولو هنتكلم على هذه المشكله بالتفصيل. عبد النبي سيد من قريه رمضه، بتكلم على الصرف الصحي. مياه الشرب عندنا بقت حاجه يعني ربنا يتولانا منها. مياه الشرب، مياه الصرف الصحي متداخله مع مياه الشرب؟ مياه الشرب، فدلوقتي مياه الشرب دلوقتي بقت متلوثه، ادي حضرتك ميه اهيت احنا بنشربها، وديت حاجه يعني بقت فشل كلوي، بقى حصوات، بقى بتاع. انا واحد من الناس عامل اكتر من كذا عمليه بسبب الحصوات وبسبب الميه وبسبب كل اي حاجه دي. فاحنا هناكل ولا نجيب فلاتر ولا نجيب ايه، يعني مش عارفين بنعمل ايه بجد. انا بشكر حضرتك، ولو ارجع لحضرتك سياده النائب استاذ حسين عشماوي، يعني مشكلات قريه رمضه كثيره، الاستاذ تحدث عن عدم وجود مركز الشباب، والاستاذ تحدث عن مياه الشرب ومتداخله مع مياه الصرف الصحي بالطبع بتسبب امراض. بص حضرتك، انا بقول لك ان كل القطاع الريفي في مركز اليوب كل المطالب واعتقد كل المشاكل متشابهه. كلمني على الموضوع مركز الشباب، انا بقول لك ان مراكز الشباب، ويمكن احنا قدمنا ملف للسيد رئيس الوزراء في هذا المعنى، ان احنا عاوزين مراكز الشباب في القرى متهمشه، متهمشه جدا، من الملاعب ومن الصرف الصحي ومن الصحة العامة المستشفيات ومن الجمعيات الزراعية، يعني هم متهمشين تماما، يعني عايزين نبص لهم بصة. أما فيما يتعلق بالنسبة لمراكز الشباب، أنا شايف إن الباشمهندس خالد عبد العزيز يعني هو وزير الشباب نشط جدا، وزير نشط جدا، وده ملف ماشي كويس، هو في حدود المتاح له والمسموح له بيعمل، وراجل اتجه في فعلا في مراكز الشباب، جاء عندنا مراكز الشباب اليوب، عمل في مراكز الشباب في القرى، عمل في ناي وعمل في سنجيون وعمل في حلابه وعمل في، يعني عمل في القرى اللي موجوده في، لكن هم طمعانين. دول شباب، بقول لك 40,000 شاب محتاجين يا سياده الوزير ملعب خماسي يلعبوا فيه، مش مركز شباب بالكامل يعني، كامل ملعب، عايزين نعمل لهم ملعب، ملعب مركز في يعني يمارسوا عليه هوايتهم، فيش ادنى مشكله، يبقى ولا شغل ولا لعب يعني اعتقد، ولا رياضه. دي حاجه. الحاجه الاهم من كده، الاخ اللي اتكلم، المواطن اتكلم في موضوع مياه الشرب، انا 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 معاه قلبا وقالبا، قلبا وقالبا انا معاه. مياه الشرب حتى لو تواجد اسعارها اسعار نار، الناس النهارده بتشرب، النهارده المياه اصبحت عندنا في مركز اليوب اغلى من البنزين. لو جاب مياه الشرب اللتر ب 3 جنيه ولتر البنزين ب 240 ل 92، المياه عندنا اغلى من البنزين، بنشرب اغلى من البنزين، المياه ما تكون نظيفه. عشان متعرف ان ميه الشرب هنا غير صالحه. لوثه. مواطن تاني قال لك الميه النهارده اما اجيب ميه نظيفه واشربها بيوفر لي النهارده ان انا ادفع في فلوس علاج كتير جدا واوفر من اقتصاد الفرد. احنا كلنا مجتمعين وليس منفردين، ان احنا بنقول لابد ان يكون في موارد اقتصاديه، في دعم اقتصادي، الناس عايزه تساعد، الناس عايزه تساعد، ملف الزراعه يساعد الناس دي، مرافق الصحه يساعد الناس ديت، ملف الشباب والرياضه يساعد الناس ديت، ايه المشكله؟
انا شايفين الناس اللي هم موجودين وعندهم اليات وقدر ان هم يكملوا وشوفوا مشاكل الانسان اهلا وسهلا بيهم. والله اللي ما عندوش استعداد ممكن نشوف حد تاني يقوم بهذا العمل. احنا بنتمنى ان تصل هذه الرسائل والمطالب الى المسؤولين ونتمنى بالطبع ان تكلل مجهوداتك لخدمه اهالي دائره حضرتك. انا بشكرك سياده النائب، كنت معنا في جوله النائب في عين البرلمان. انا بشكركم شكرا جزيلا لانه انتم بتحطوا ايدكم على السلبيات، واحنا نتمنى السلبيات دي تتحول لايجابيات في ظل الناس الطيبه الغلابه المحترمين البسطاء اللي مش عايزين حاجه اكتر من هو يقول لك انا ببيع بكذا، ما انا ممكن ادي بكذا للحكومه. بس قبل ما انهي معاك انا بطالب السيد وزير الزراعه يا ريت يبعت مهندسين متخصصين من الجامعات الزراعيه ويبص بصه واحده بس في شونه اليوب وشوف مدى السيارات اللي واقفه ودخول المنتج بتاعنا الاقماح اللي بترمي في الشوارع، وبعد كده نبص على الاستيراد. انا بقول الكلام ده برضو يبص على رساله تانية لزراعه الارز، نوفر مياه الشرب، عفوا نوفر مياه لزراعه الارز ونشيل كل الغرامات اللي على الفلاحين اهالينا في مركز اليوب من 2014 عليهم غرامات. وبرضه نعمل حاجه تانية واهم من كده، ان احنا نراعي الجمعيات الورقيه اللي مفتوحه ديت. يا ريت يا سياده الوزير يبقى في شيء من الرقابه على الجمعيات الزراعيه وتحديدا مركز اليوب. واشكرك شكرا جزيلا. حضرتك مشاهدينا الكرام، كانت هذه جوله النائب حسين عشماوي نائب دائره قليوب بمحافظه القليوبيه. اشكركم على كرم المتابعه، كنت معكم محمد بهاء وفي رعاية الله. اهلا بيكم من جديد مشاهدينا، دي الجولة الثالثة الحوارية والاخيرة للنهاردة. احنا بنتكلم عن الزراعة، الزراعة وقضايا الزراعة ومشاكل الزراعة ورؤية لجنة الزراعة والري في مجلس النواب لهذا القطاع المهم والخطير ولمشاكله وكيف يمكن العمل على حل هذه المشاكل وتجنب الكثير من الاشكاليات اللي بتطلع عند الفلاح من وقت للتاني واللي هو كمان بيعاني. ضيفنا اللي مشرفنا سياده النائب محمود شحاته زايد عضو لجنه الزراعه بمجلس النواب، برحب بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. يعني ابدا بالموضوع الشاغل للفلاح اليومين دول، موضوع استلام القمح من الفلاحين، الشون. المشكله ان المحافظات كل واحده من المحافظات ماشيه بمزاجها، يعني لو حضرتك حبيت تتكلم يقول لحضرتك احنا مش عارفين نسلم الا بالحيازه، وفي محافظات ما عندهاش المشكلة دي، وفي محافظات ما عندهاش شوان ترابية، يعني مش كل مكان زي التاني. لكن الخلاصة ان في مشكلة، والمشكلة اصبحت كبيرة للدرجة ان الاعلام اصبح بيتعرض ليها. دلوقتي انا عايز يعني قبل ما اتكلم مع حضرتك على المشكلة دي وحلها ايه من وجهة نظرك، اوجه عناية السادة المشاهدين الى ان الكاتدرائية على القسم التاني من الشاشة، الكاتدرائية المرقسية باقي العباسية مباشرة، والاحتفال طبعا وكل سنة وكل المسيحيين في مصر وفي العالم العربي وفي العالم كله بخير. وبعد ذلك النهاية، متى سلم الملك لله الآب، متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة، لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه. آخر عدو يبطل هو الموت، لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه. ولكن حينما يقول إن كل شيء قد أخضع، فواضح أنه غير الذي أخضع له الكل. ومتى أخضع له الكل، فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل، كي يكون الله الكل في الكل. وإلا فماذا يصنع الذين يعتمدون من أجل الأموات؟ إن كان الأموات لا يقومون البتة، فلماذا يعتمدون من أجل؟ مرة تانية بنهنئ المسيحيين في مصر وفي العالم كله ونقول لهم كل سنة وهم طيبين وكل عيد وهم طيبين وبخير. سيادة النائب، أولا أنا بشكر قناة الحياة على اهتمامها بالاقتصاد الزراعي والزراعة والمزارعين في مصر، والمفروض ان كل قنواتنا تهتم بالزراعه لان هو دي مستقبلنا. مصر بلد زراعي والمفروض نهتم بالزراعه، وفضائياتنا المحترمه تهتم بالزراعه وتديها مساحه
ضمن المساحات اللي بتعدي. دي واحد. نمرة اتنين معلش يديني فرصة انني اهني اخواتنا المسيحيين بعيد القيامة في مصر وفي دايرتنا هي الابرامية، وكنت المفروض احضر قداس عيد القيامة النهاردة لولا ارتباطي مع قناة الحياة، فانا بعتذر ليهم وبهنيهم بالعيد وبهني مصر وبهني قواتنا المسلحة بعيد تحرير سيناء، وبهني الرئيس عفتاح السيسي قائد مصر بعيد تحرير سيناء. طبعا الفلاح او المزارع بقى اسبوعين ثلاثة في مشكلة. الفلاح شايل القمح على كتفه ومش لاقي حد ياخده منه. دي معجزة. عايزين قوانين وعايزين قرارات ازاي يستلموا من الفلاح. شفت المشكلة؟ انا مش شايف لا مشكلة. الفلاح بيستلم منه ثلاث وزارات. الفلاح الغلبان شايل شوالين القمح، بيستلم منه وزارة التموين ووزارة الزراعة وقسم هيئة الصادرات، ويقف الفلاح يقول له لا ده دي مش عارف ايه، هات شدة وهمزة وهات بتاع. الفلاح عايز يرمي الشكارة دي ويروح. ازاي نرمي المحصول الاستراتيجي واحنا في دولة بعد الثورة؟ انا بطالب الرئيس عفتاح السيسي وبطالب رئيس الوزراء يشوف ناس تحل المشاكل، ودي مش مشكلة، ده في ناس عملت المشكلة. الفلاح زرع خد القمح، لا ده انت عايز طلب وعرض حال دمغة وقصة وعايز الحيازة، لا الحيازة مش بتاعتك، لا الحيازة مضروبة، دخلنا في دوامة الرجل بيحزن اللي زرع القمح، في حين ان احنا عايزين فلسفة من زمان ان احنا هيبقى في اكتفاء ذاتي للقمح بدل ما بنستورده بالارقام الخيالية. طبعا هو بيعمل كده في حساباته ان في قمح جاي من مستورد هيخش هنا. طب ما انت عارف التجار، ومال الفلاح ومال التجار دول اللي جايبين بيستوردوا المافيا اللي بتستورد الغله البايظه، الفلاح ماله؟ ما تنزل قوانين لمعاقبه الناس دي بدل ما بتعاقب الفلاح الغلبان اللي زارع. كلامك بيقول ان مفيش مشاكل فنيه في المحصول، المشاكل كلها بيروقراطيه واداريه. لا مفيش مشاكل. هو الراجل اللي مش بتاعنا. مش شروط فنيه معينه متعلقه بالجوده او متعلقه بتوقيت الى اخره، الشروط والمشاكل كلها بيروقراطيه واجرائيه من جانب الحكومه. تعقيد زي ما تقول ايه؟ انا مش عارف، يعني في طابور خامس بعكس في البلد؟ في، هل هو دخل في الموضوع ده؟ انا مش عارف. ايه 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 المشكله وايه اللوغاريتمات ان الراجل جايب القمح بتاعه بيسلمه ومش عارف يسلمه؟ طب انت ساعده في الانتاج، هو الراجل انت ومش ساعدتوش. طيب راح يوديه اللي تشتريه منه، مش عايز تشتري خلاص ياكله البهايم وخلاص وخلصنا بقى المحصول الاستراتيجي اللي الدوله مش عارفه تاخده. يعني ايه مش عارفه تاخده؟ ما الراجل شايله بيقول له خد، بيقول له لا ده انت الحيازه دي مضروبه، ده دي مش عارف ايه، ده انت مش في الحيازه، ده انت جايب زياده، ده انت جايب بيتلككوا يعني. امال ايه؟ امال ايه يعني؟ هي ايه في ايه من الفلاح زرعه بيورد هو اذا قلت لك ان المتحدث باسم وزاره الزراعه قال الكلام ده لا اساس له من الصحه، احنا ما بنستلمش لا بحيازه ولا حاجه. لا هو في الفتره من يومين وزير الزراعه مشكورا قال بلاش يا اخوانا الحيازه، احنا كجمعيه زراعيه في كل قريه بتعمل كشف فلان عيسى وموسى وعبد السلام زرع كذا يروح يورد بده. برضه في ناس في الصادرات مش في الزراعه، هي الصادرات قاعده في مندوب وفي مندوب للتموين قاعد يقول لك لا ده اصل دي كذا ودي بتاع وقصه ده تمام. عايز وبعدين هنروح نجيب وزير الزراعه في كل جمعيه؟ وليه كل الجهات دي؟ هو ده النظام المتبع اللي احنا بنشتغل عليه. طب انتم في لجنه الزراعه والري ازاي تقدروا تشرعوا من القوانين اللي يسهل هذا الامر على الحكومه وعلى الفلاح؟ اللي احنا دلوقتي كلام حضرتك كده مظبوط، احنا لجنه الزراعه فيها نسبه عاليه من الساده النواب وكلهم فلاحين وكلهم مزارعين وحدهم خبرات كويسه تماما. احنا لسه اللجنه متشكله بقى لها 5 6 ايام يعني لسه بدنا نمارس دورنا. واحنا ان شاء الله هنمارس دورنا. بس لجنه كبيره على فكره، لجنه 45 45 نايب فيها. ليه كبيره كده؟
ليه كبيرة؟ عشان الناس مهتمة بالزراعة. وفي حاجة غير الزراعة في البلد يا اخوانا. ايه اللي في البلد في الزراعة؟ الاستثمار، الناس حاطين 2 تريليون في البنوك ما بتستثمرش. دي ارقام موجودة بالبنك المركزي. كون ان الشعب المصري له 2 تريليون ودايع في البنوك، طب ما تستثمر، ما فيش آلية للاستثمار اول. يعني المستخدم منها 20% من الاموال دي. واحنا عمالين نقول استثمار استثمار. وبعدين الفلاح ده، الفلاح اللي عمال يبني على الاراضي الزراعيه، بيبني ليه؟ لانه مش لاقي عائد. هنتكلم على قضيه البنوك في الاراضي الزراعيه. بس انتم في لجنه الزراعه والري، في دماغكم ايه؟ اولوياتكم ايه؟ على راس اولوياتكم اقول لحضرتك قوانين ايه يتم انجازها؟ اقول لحضرتك وكمان نفك اكتر من جهه بتتدخل في القصه واكتر من جهه بتحكم عمل القصه. ومش بس في الزراعه الحقيقه، ده سنه متابعه كده في النظام الحكومي. ان حلت مشكله ارض تطلع اوقاف، ان حلت اوقاف تطلع محافظه، ان حلت محافظه تطلع ابنيه تعليميه، تطلع منشات صحيه. يعني احنا عندنا ازمه في قصه تداخل الجهات على الموضوع. هو حضرتك اللامركزيه المفروض ان عندنا محافظ لكل اقليم، ما نديله السلطات يدير العمل. جمعيه كده تحل المشكله، تحل المشكله. ما انا قاعد في الجمعيه الزراعيه كان مستني قرار وزير، امال المحافظ قاعد بيعمل ايه؟ محافظ عندنا محافظ محترم لو كلف بالموضوع ده هيقوم بيه خير قيام. ليه ما يكلفش المحافظ بدل ما القرارات تيجي تكلم واحد يقول لك استنى ما اسال وزيري؟ هو الوزير هيروح اسوان ولا هيروح الشرقيه ولا هيروح هنا ولا هيروح هنا؟ لو ترجمنا ده القرارات وقوانين تخصكم احنا كلجنه زراعه او كمجلس نواب، احنا مش هنسيب المواضيع دي تعدي. اللي هيغلط هيتحاسب في طلبات احاطه وفي سحب ثقه وفي طبقا للقانون وطبقا لوطنيتنا. اللي مش هيشتغل هيمشي. زي الرئيس ما قال، ومجلس النواب ده مش بتاع حد، ده بتاع الشعب. الشعب اللي جابه، اللي جاب مجلس النواب، مش بتاع حد زي زمان حزب وطني بتاع فلان بتاع علان، لا. او اخوان. او اخوان، لا. مجلس النواب ده من جميع فئات الشعب. واتخب بالاغلبيه. وطالع مجلس النواب ما حصلش في تاريخ مصر مجلس النواب كده. مش هنسيب الكلام ده اطلاقا، لان الناس حاليا بتحرجنا في الدوائر بتاعتنا. انت يا فندي رحنا نسلم الامن محدش ياخده منا، انت هتعمل لنا ايه؟ ما مش عارفين نرد عليهم نعمل ايه. نكلم الوزير، ما تيجي تكلم الناس الموظفين، انا ما اعرفش يعني الوزير قال، نروح بقى نكلم الوزير عشان اولادي يورد القمح. ما هو لازم، وعملنا اتصالات برضه وفي قرارات بتنزل، ولازم هيريحوا الفلاح، وانا عارف ان الرئيس هيتدخل. طب وزاره التموين ايه علاقتها؟ ما هي اللي بتاخده. ما هي اللي بتاخده. يعني ممكن وزير الزراعه يقول تمام وزاره التموين تعطل؟ وبتوع الصادرات اللي هم بتوع الماليه يقول لك لا دي اصلها غلاش منها. انا عارف مهندس زراعي يقول لك فلان وافق وفلان وافق، وبتاع الصادرات مش موافق. وواقف حط قاعد على الكرسي وكده. موظف بيروقراطي بقى. علشان بيروقراطيه ولا علشان المواصفات الفنيه للمنتج؟ لا لا، ما حدش دعوه بالمواصفات، المواصفات بتاعتنا ثابته. القمح المصري من اجود انواع الاقماح، مفيش حد بيقول في اي فتره من الفترات القمح ده وحش. طب ايه مصلحه بتاع الصادرات ان هو يعطل؟ ده من مصلحته ان هو يعني يصدر. ما هو لا مش يصدر، ما هو يعني ايه؟ يعني ده من ضمن اللجنه الموجوده. تمام، فهمت. حلو كده. تمام. ففي واحد قاعد عز البيروقراطيه بقى. لا انا مش عايز، يعني مين هيحاسبه؟ مين هيحاسبه؟ عايز الوزير يحاسبه. لما يجي يتكلم يقول الوزير بتاعي اديني تعليمات، وكان الوزير قال له ما تستلمش. هنعمل ايه يعني؟ لكن هيستلموا، هيستلموا، لان القياده بصت للموضوع ده. ومش هينفع ان الفلاح يطلع الانتاج بتاعه ومش عارف يسلمه في مصر، والدولة محتاجاه وتقول له متشكرين للفلاح. انت شايف ان الموضوع ده كله كده بصراحة علشان اللي جاي من صادرات قمح يدخل السوق ويتصرف؟ هم بيعملوا كده بايه؟ كويس انت قلت حضرتك الكلام ده. هم بيتكلموا الكلام ده ان في قمح مستورد بايظ هيخش. طب الفلاح ماله؟ مين اللي هيدخل البايظ ده؟
التجار، انت اتعامل مع التجار. المافيا اللي بتجيب ومستنياك للموسم عشان تخش مافيا؟ ما هي مافيا. ما هي مافيا مستنيه الموسم. ليه سميتها مافيا؟ ما مافيا لانهم دول محترفين ازاي يجيبوا القمح ده كده، وازاي يدخلوا الشون بالطرق المشروعه والغير مشروعه. وكل القوانين اللي متلعبك على دماغ الفلاح من القرار ده. طب انت اتعامل مع التجار وانت عارفينه. هو التاجر جاي من بره ولا من مصري؟ ما كل الناس في المراكز عارفين التجار اللي بتتاجر في الحاجات دي. وهو كل اللعبكه دي كلتها معموله عشان ما حدش يدخل. هو الفلاح الغلبان دي ماله؟ ما الموضوع ده انت اتعامل مع التاجر. عندنا مشكله في الشون؟ لا ما فيش مشكله. الشون مش ناقصه؟ لا مش الشون مش ناقصه. وبعدين القياده مشكورا عملت صوامع بشكل حضاري. الصوامع اللي مع دولة الإمارات دي تم تنفيذها على أرض الواقع؟ تم تنفيذ جزء كبير منها، وفي 30/6 افتتاح الباقي. وعندنا احنا في الدايرة صماعة كبيرة 60,000 تاخد 60,000 طن. يعني رحنا زرناها. حاجات شياكة وحاجات حضارية حلوة تشكر القيادة اللي عملت الكلام ده. بعد ما كانوا بيرموها على التراب كده دلوقتي انت بتروح. يعني الرئيس بيبذل مجهود والبيروقراطية بتضيعه الناحية التانية. بالظبط كده. الطابور الخامس. والله موضوع الصوامع ده معمول على مستوى الجمهوريه. انا متهيألي يخزن 80% بشكل حضاري، يمنع الرطوبه، يمنع التسوس، بحيث ان يجي لك. كان الاول بترمى على التراب واللودر يحمله عشان يروح المطاحن بتراب وكده. يعني احنا تقدمنا وعمالين نرجع لورا، مش عارف الرئيس يعمل ايه مع الناس دي. نروح بقى للقضيه الثانيه، قضيه البنى على الاراضي الزراعيه. إشكالية البنى على الأراضي الزراعية إشكالية مصر كلها عاشتها يمكن من قبل الثورة، تفاقمت بعد الثورة. قبل الثورة كانوا بيتكلموا وبيحذروا، قبل ثورة 2011 كانوا بيتكلموا وبيحذروا من الشون، من عفوا البناء على الأراضي الزراعية نظرا لخطورة هذه المشكلة. بعد الثورة الموضوع فتح وزاد جدا بنسبة كبيرة، ويقال في الأرقام أن هي أكثر من 100,000 فدان. الحل ايه في موضوع البناء على الاراضي او البناء على الاراضي الزراعيه من وجهه نظر حضرتك، وخصوصا ان ما ينفعش ترجع تاني تبقى زراعه؟ لا، هو انت حضرتك اتكلمت في موضوع مهم وشرحه واساسه هيطول. طيب انا استاذن حضرتك اخد بس تليفون قبل ما اسمع اجابتك، اخد اتصالات تليفونيه معايا. استاذ عبد الله اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا عايز اكلم الاستاذ اللي معاك. اتفضل. الزراعه في مجلس الشعب، في مجلس النواب. اتفضل. اولا القرار بتاع السيد وزير الزراعه ووزير التموين، في ناس بتلعب في البلد لعب جامد. الرئيس بيشتغل لوحده، هم ضيعوا الفلاح زي ما كرهوا الفلاح المصري. انا فلاح، زي ما كرهونا في زراعه القطن، كرهونا في زراعه القمح. ما احناش قادرين نسلم القمح. الشون بتاخد دخان او اتوات من الناس بشكل فظيع. تمام، وصلت الصوره، بشكرك شكرا جزيلا. مين؟ استاذ ابو زيد من الشرقيه اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بحيي حضرتك وبستعين بحضرتك اتكلم السيد رئيس لجنه الزراعه مع حضرتك. اتفضل حضرتك. الوقت احنا النهارده ليه ما بنرجعش الدوره الثلاثيه في الزراعه ثانيه بيه؟ احنا راجل فلاح النهارده، الناس بقت بتزرع رز وتاخد عليها غرامات وما تدفعش الغرامات، وكرهتنا في زراعه القطن، والنهارده القمح احنا ضامنينه مش عارفين نسلمه للشون. النهارده الشون بتاخد مننا القمح وتقول لك تعالى استلم فلوسك بعد اسبوعين بعد ثلاثه. بنروح زي ما يكون بنشحت حقنا فلوسنا اللي هي ثمن القمح، تعبنا طول السنه وشقينا طول السنه، بنروح نشحته ولازم ندفع دخان. تمام تمام، بشكرك شكرا جزيلا. الدوره الثلاثيه ليه ما بترجعش تاني؟ هو الدوره الثلاثيه دي متروكة للفلاح باختياره. فبيجي الفلاح الزرعة اللي تمشي معاه كويس بيزرعها. اختيار الفلاح يعني. هو ده اختيار الفلاح. مش في حد بيفرض عليه، بس المفروض الدورة الثلاثية اللي هي قطن ورز وذرة وكده. طب وإذا عمل الدورة الثلاثية بالفرد يعني بقواعد، بيجي يزرع الذرة مش بيلاقي حد ياخده. ما دي عايز نتكلم فيها بقى.
ما انت بقى سيبني اتكلم شويه لصالح الفلاح، انت اتكلم باسئلتك مش تزنقنا، انا عايز في شويه حاجات للفلاح. طيب انا يا ريت والله، انا بالعكس انا عايز افتح في الموضوع دي، بس هو المشكله انت سالتني سؤال هقول لك عليه باختصار. موضوع البناء على الارض الزراعيه. البناء على الارض الزراعيه عشان تبقى حضرتك عارف، دلوقتي عادت بالنسبه للفلاح العقد بتاعه انه يبني على الارض الزراعيه. حول دلوقتي الفلاح عايز يحول الارض بتاعته من ارض زراعيه الى ارض عقاريه. اللي هي مباني وهو الاخر. ليه؟ لانه ما بيزرع ما بيكسبش. يكسب امتى بقى؟ يبيع له قراطب 100,000 جنيه يحسن دخله. يبني فيها اللي بتاعه ويبيع الحاجه اللي بناها برقم. دلوقتي احنا لو سيبنا الفلاح على القوانين دي لمده سنتين مش هتلاقي ارض زراعيه. وانا بنبه اهو. طبعا مش حاجه اقول للفلاح ما تبنيش. انشطه في الزراعه، احل مشاكله في الزراعه بحيث يبقى له عائد. له عائد هو يهد السور اللي بناه ويزرعه. له عائد. فين العائد؟ اذا كان القمح المعقول مش يحس ان هو بيكسب من الارض الزراعيه بشكل كافي هيحافظ عليها. هيحافظ عليها، هي دي العلاج. طب واللي اتبنى عليه يتم تقنينه؟ والله اللي اتبنى عليه دي بقى يعني ايه؟ دي يعني هو القضاء له فلسفه خاصه في الموضوع ده، وخلي بالك ما فيش حد تهدد مبانيه الا 1-2%، اللي بيبني بيبني. لان في رأفه في القضاء، في رأفه في الكلام من ده، لان الفلاح بيبني عايز وهو يقول لك انا مش مستفيد. التوسع السكاني لا، ما هو التوسع مش كتير، بس هو الاساسي كون الارض بتاعته غير مجديه في الزراعه. بعد الفاصل هستكمل حواري مع سيادة النائب محمود شحاتة زايد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ومشاكل الزراعة في مصر. وإذ ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه، لأن داود لم يصعد إلى السماوات وهو نفسه يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة. أمين. اهلا بحضراتكم من جديد مره تانية. كل سنه وكل الاخوه المسيحيين في مصر وفي العالم العربي اللي بيحتفلوا بعيد القيامه المجيد طيبين وبخير، وبرحب مجددا بضيفنا في عين على البرلمان سياده النائب محمود شحاته زايد عضو لجنه الزراعه بمجلس النواب. برحب بحضرتك مجددا. مرحب بك. وكنت بتكلمني قبل ما اخرج لفاصل على موضوع مهم، قلت لي الفلاح اللي يخليه ما يحولش الارض الزراعيه الارض بناء او ارض عقاريه ان هو يكسب من الارض الزراعيه، يعني تتحل مشكلته. تتحل مشكلته وحلولها سهلة. ايه هي؟ اولا احنا عايشين في وسط الفلاحين. الفلاح عائد من الارض الزراعية مش شايف هو الموضوع، وعلى هذا الاساس هو بيبني وبيكسب من المباني وبيبيع وساب الارض الزراعية. وانا قلت قبل كده ان كمان سنتين لو اتساب وما تشرعش قوانين كويسه بحيث ان الفلاح ده يستفيد من ارضه الزراعيه، خلال سنتين مش حد هيزرع. وبعدين نرجع نتكلم تاني ونقول ايه مشكله الزراعه. مشكله الزراعه دي مش عايزه تمويل من البلد. ده عايزه تشريع وقوانين وانضباط في التنفيذ. واحد، دلوقتي الفلاح بيزرع من ايام الفراعنه بالفاس والميه والكلام من ده. جميع دول العالم استخدمت الميكنة في الزراعة. دلوقتي مفيش عمالة يدوية. عمالة تعزق مفيش. بيجيب بأرقام الميكنة دي بتوفر عليه بالظبط 70% من العمال. جميع دول العالم جابت الميكنة ما عدا مصر. في شوية ميكنة على حاجات خفيفة، حصاد، حارت بتاع. المكن ده موجود وموجود على النت، عايزه يجي. طريقة جمع الطماطم بالمكن موجود، الرز موجود، القطن موجود، كل الحاجات دي موجودة
وموجودة على النت، مش هنخترع ولا هنقعد نصنع، بنجيب قوم الفلاح يعمل. دي واحد قبل ما يزرع اتعاقد مع الفلاح، اتعاقد معه على القطن، على الرز، على الذرة، على الفول المدمس، اتعاقد معاه. يعني انا لازم اتعاقد معاه قبل ما يزرع؟ اه، عشان يبقى عارف هو هيصرف ايه ويكسب ايه. ما هو انا اخش على مشروع هستفيد منه ولا مش هستفيد منه؟ هو انا مش بزرع الفلاح بس. طب مش هو ده اللي بيحصل؟ ما هو ده اللي بيحصل. هو ده اللي بيحصل؟ اه، اللي ما هو ما حدش متعاقد معاه. لا، هو مش المفروض ان الدستور بيلزم ان الحكومة تتعاقد تمام، في بند في الدستور كده، لكن هو فين التطبيق؟ المادة 28 ما شاء الله عليك استاذ محمد سامي مدير التحرير يعني. طب ماشي كويس، نهضنا وحطينا حاجة دستورية حلوة. طيب فين؟ فين؟ تعالى بقى اقول لك على مشاكل تاني. انت عندك الدورة الاصفر، يعني الحكومة كده ما بتخالف الدستور. ما هو بقى كده يبقى بتخالف الدستور. فين هنا بقى دور البرلمان؟ ما احنا دورنا، ما احنا بنقولك لسه بدنا نشتغل. احنا لسه مخلصين اللايحة ومخلصين اللجان النوعية، وهنبدأ اجتماعات يوم 8. كل نايب وكل لجنة تفكر ازاي تنمية مصر. انتوا على قلب رجل واحد ولا مختلفين؟ لا، كلنا على قلب رجل واحد، مفيش اختلاف في حاجة. عند ما نيجي نصوت كليتنا بنصوت على الصح. ده المجلس كاملا، مش فيه اي مشكلة، واحنا بنحترم الاغلبية، مش فيه اي كلام. الكلام ده كان زمان يعني، ان الناس واقفة طابور او قطيع، لا ما عادش. قرار كويس يصدر، المجلس بيقف عليه. ده موضوع. موضوع بقى الزراعة، عشان بس نديها حقها شوية. طيب انا عايز استاذن حضرتك، لان الخبير الزراعي واستاذ الزراعة في جامعة المنوفية دكتور محمد سالم طالب المداخلة معانا، وعنده رسالة الحقيقة للجنتكم الموقرة تحت قبة البرلمان. دكتور برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك يا استاذ شريف. تحياتنا يا فندم، اتفضل. الله يسلمك. الله يكرمك يا استاذ شريف، ربنا يخليك. بشكرك على الحلقة وعلى الاضافة. انا بس ليا في المداخلة بس على سيادة النائب استاذ محمود شحاتة معلومة، يا ريت استاذ شريف تكتبها بعد اذنك حضرتك. يعني مصر بتستورد يا استاذ شريف بعد اذنك سنويا 23 مليار جنيه أمس. فانا هقول لك الرؤيه اللي يعني هقول لك المشكله واقف عليك في الاخر الحلول. احنا مش سامعين كويس للاسف في الاستوديو. انا عايز بس استاذن حضرتك، ممكن تعلي صوتك شويه؟ بقول لحضرتك يا شريف، دي وزاره الزراعه تكلف الخزانه المصريه 160 مليار جنيه خساره. 160 تكلف الخزانه، خزانه الدوله تكلف وزاره الماليه 160 مليار جنيه سنوي. ال 160 مليار جنيه سنوي دول متوزعين على النحو التالي: 23 مليار جنيه قمح مصر تستورد سنوي ب 23 مليار جنيه قمح. مصر تستورد سنوي ذره صفراء وفول صويا اللي هي خامات صناعه علاف الدواجن وعلاف المسيح ب 38 مليار جنيه. مصر تستورد سنوي سكر للدعم ب 6 مليار جنيه. مصر تستورد 100% من الزيوت النباتيه بتاعتها ما يوازي 22 مليار جنيه. خلاصه الكلام يا استاذ، لو قعدت عدد لك كل البنود دي، لازم مجلس الزراعه بعد ثورتين بوكاله الاستاذ محمود شحاته اللي هي الست النائب المحترم اللي عند حضرتك، لازم يبقى فيها في مصر رؤيه واقعيه بالمليون ونص فدان اللي بنزرعهم في الوادي الجديد. هنعمل ايه في السنه الجديده بتاعتنا؟ بمعنى قدمنا رؤيه للحكومه ازاي نعمل اكتفاء ذاتي من القمح في سنه واحده، ونوفر للدوله الذره الصفراء وفول الصويا في نفس العام، ونتعهد للدوله بتوفير 60 مليار جنيه. ده باحثين من جامعه المنوفيه وجامعه السادات، ومستعدين نجيب الرؤيه دي على ارض الواقع للجنه الزراعه والري في مجلس الشعب، ودي باعتراف وزاره الزراعه من ايام السيد ايمن ابو حديد لما كان وزير الزراعه في 2014. الاجنده بايجابيه كده يا استاذ شريف، لازم توفر لفلاح الدلتا اللي بيعاني من ماده 25 في الدستور. انا قلت تعهدت المزارعين في مصر ان انا اعمل زراعه تعاقديه، وقبل ما الفلاح يزرع المحصول بتاعه انا بكون عامل معاه تعاقد واحميه للدوله، واقول له يا فلاح يا مصري، بدل ما بحول 23 مليار جنيه. الكلام يعني يكاد يبدو متطابق مع او يعني متفق
مع كلام النائب محمود شحاته زايد عضو لجنه الزراعه. كلام الشيخ دي وهو يتطابق لازم يكون في اجنده تطبيقيه للتنفيذ. بمعنى زي ما بقول لحضرتك كده احنا قلنا في الدستور الجديد المدى 29 لازم الفلاح قبل ما يوسع عنده تعاقد يحميه. بقى انا هقول حاجه عشان تحس بالالم يا شيخ دي. لو انت حسيت ان مصر بتحول 3 مليار دولار سنوي عشان ادعم الفلاح في اوكرانيا وادعم الفلاح في رومانيا وادعم الفلاح الروسي وحولها من فلوس بجنيه مصري. وصلت الصوره. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد سالم الخبير الدولي في شؤون الزراعه واستاذ زراعه في كليه في جامعه المنوفيه. شوف بقى حضرتك اتفقنا لابد الفلاح عشان يزرع الدوله تتعاقد معاه زي جميع دول العالم. الدول العالم بتدعم الفلاح، انا مش عايز ادعمه، انا عايز اتعاقد معاه واللي ينتجه ياخده من الدوله بدل ما بيسيبوا لمافيا التجار اللي هم بياخدوا منه بربع الارقام ويخزنوه وينزلوه للشعب الطيب الفقير ده بالاسعار المضاعفه. كيلو الرز يوصل 7 جنيه ويقول لك الدولار وهو بينتج في مصر. مين اللي بيعمل الحركه دي؟ بعض التجار الغير سويين. الدوله مش عارفه تعمل معاهم حاجه. منتشرين على انحاء الجمهوريه، نتفرغ بقى لمقاومه التجار الفاسدين. ده قصه. فأنا بتكلم بالنسبة للفلاح عشان الفلاح يبعد عن الأرض ومش يبني عليها ويحافظ عليها زي عيني الاثنين أنا بتعاقد معاه. دي واحد. عندي مشكلة الإيه؟ الذرة الصفراء اللي قال عليها معالي الدكتور. الذرة الصفراء إحنا بنستوردها بأرقام من بره وعندنا أرض ومية وفلاح ما بيزرعهاش، ما حدش بيقول له ازرعها. لو زرعها ما حدش هياخدها منه. طب ما نقول له ازرعها ونجيب البذور ونتعاقد معاه بدل ما نتعاقد مع بره نتعاقد مع الفلاح بتاعنا. ايه المشكله فيه؟ والدوله تاخده وتبيعه للناس هنا كده وتستفيد بالارقام. الرز اللي احنا بننتجه ده احنا بننتج بالظبط 1.3 يعني بننتج اللي يكفي الانتاج المحلي 100% وعندنا 30% زياده فايض. ايه اللي يخلي الحكومه ما تعملش الكلام ده؟ ما هو اكيد عايزه توفر عمله صعبه ومش عايزه لا هتوفر عمله صعبه عشان يستورد من بره هيوفر عمله صعبه. ده احنا المفروض يوفر عمله صعبه ان الفلاح يزرع الذره الصفراء وياخدها منه. انا بقول اكيد عايزه توفر عمله صعبه فليه اكيد. ما هو النظام القديم احنا لسه لغايه دلوقتي بننعفش فيه، لسه بنخلص عليه، ما خلصناش عليه. احنا عدنا كل الامور مع النظام القديم. عايز كله يتحرر. عايز بالعربي كده عايز الراس يخش في كل المواضيع. قال مش هينفع احنا نحل كده. ايه المانع؟ ده انا مش عايز فلوس من الدوله. طالب الرئيس السيسي بالتدخل لحل ازمه الزراعه في مصر. ازمه الزراعه مش عايزه تمويل يا ريس. ازمه الزراعه عايزه نقول للفلاح ازرع الذره الصفراء هاخده منك بالرقم ده بدل ما استورد واوفر لك 50 مليار جنيه. ايه في اللوغاريتمات فيها؟ دي واحد. الرز اللي احنا اتهرب منا واحنا قاعدين نتفرج عليه. ما تاخدوا الدولة، تاخدوا من الفلاح وتبيعوا عن طريق التموين زي ما بتاخدوا من البطاقات التموين دي. بياخد المستهلك ياخد حقه. الدولة لمته بدل ما تسيب المافيا بتلمه وتخزنه وتطلعه بالقطارة. والفايض الدولة تصدره وتاخد المكسب بتاعه تصرفه علينا. ايه دي يعني ايه المشكله فيها؟ رسالتك الاخيره دي واحد. نمرة اتنين معلش اديني فرصه صغيره كده. موضوع البتلو واللحمه دي احنا عاملين نستورد لحمه من جميع انحاء العالم. عندنا مشروع بتلو كنا عملناه زمان انتج لحوم فاضت عن الاستهلاك المحلي. ليه ما نعيدش المشروع ده؟ والمشروع ده احنا اتمرسنا فيه وحدنا خبرات جامده فيه. يعني بتطالب باعاده احياء مشروع البتلو عشان يوفر العمله الصعبه اللي احنا مش لاقيينها. ايه المشكله فيه؟ ده انت بتدي قرض للفلاح، يعني الفلاح اولا هيعمل من جيبه، انت هتسأله اكتر بتدي له قرض بتاخده منه بعد ما يسمن ويبيع. لان انت اللي بتاخد من التموين اللي بتاخد منه اللحوم يخصم القرض اللي خده والباقي ياخده مصاريفه ونسبه ربحه بتاعته. ايه المشكله؟ وتممناه قبل كده وكان عندنا فايض في اللحوم ووزير التموين ياما ابو الدهب حلف بالطلاق ما حد واخد لحمه. اوديها فين يا اخوان؟ ودي واقعه شهيره في مجلس النواب. يعني احنا بنتكلم بعملي مش بنتكلم اي كلام زي الناس بتتكلم اي كلام. انا عايز البتلو يشتغل،
انا عايز الرز الدوله تاخده تتعاقد، انا عايز القطن تتعاقد عليه وتشتغل مع الفلاح مظبوط، الفول اللي هو عليقه الغلابه مؤاخذه يعني كلمه عليه اكل الغلابه ومريح وحلو كلنا بناكل الغلابه والمتوسطين، هو فين الفول؟ فين الفول؟ ليه؟ ما حدش بيزرعه. بيزرعوش ليه؟ لان في امراض. وزاره الزراعه ومعاهد البحثيه مش عارفه تشيل او تقاوم الامراض دي. مش عارفين يقاوموا الامراض، الناس من بره تقاوم، ما حدش حد بيزرع. احنا عدنا بنستورد الفول ده. الفول ده استاذ شريف ب 15 جنيه كيلو او 2 جنيه. طب الراجل الغلبان ده هيجيبه ازاي الصبح ب 15 جنيه كيلو؟ ليه؟ مفيش زراعه. مفيش زراعه ليه؟ لانه بدات له كل الامراض والفلاح سابها ومشي. طب يا عم المعاهد البحوث اللي نص الدق دي فين هي دي؟ مش عارفين يجيبوا ابحاث للموضوع ده، نجيب ناس من بره ليه؟ انا بشكرك شكرا جزيلا سياده النائب محمود شحاته زايد عضو لجنه الزراعه بمجلس النواب، شكرا على وجودك معانا في هذا الحوار عن مشاكل الزراعه وطرق الحل والمواجهه. مفترض ان كل الكلام الكويس والايجابي الحقيقه اللي احنا سمعناه من سياده النائب محمود شحاته زايد عضو لجنه الزراعه بمجلس النواب يكون كلام الأربعين عضو او الاكثر من 40 عضو. الحقيقه انا اقل واحد فيهم، هو هم كله تمام. على نفس الوقت انا بشكرك على عهدتك، انا بشكر قناه الحقيقه وبشكر برنامجك لاهتمام الزراعه، وبطلب كل الفضائيات تفرز وتخص الساعه كل يوم بدل ما ستوك شو بدل ده للزراعه وتنميه مصر. وهطلب كده في مجلس الشعب، القنوات دي لازم نستفيد منها، مش تقف تخفض معنويات الناس. انا بشكر قناه الحياه الاهتمام بهذا الموضوع تماما، وبشكرك استاذ شريف. وانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا كل سنه وكل المسيحيين طيبين وخير. اسيبكم مع البث الحي والمباشر من الكاتدرائيه المرقسيه بالعباسيه. الى اللقاء.